التعصب والعنف والشغب ظواهر تتواجد في معظم الملاعب حول العالم، لكن وتيرتها ترتفع في بعض الحالات لتصل حدوداً غير مقبولة. في الدرب الأخير بين عملاقي العاصمة سجلت 90 حالة إسعافية، سكتات قلبية وحالات إغماء ودهس، مشهد رياضي متوتر. دوائر الاتهام تبدأ من وسائل الإعلام ولا تنتهي في موجة جديدة من التعصب الرياضي يقودها رؤساء الأندية الجماهيرية. الإعلام هو أحد هذه العوامل، ولكنه ليس كل شيء. أين تصريحات رؤساء الأندية المثيرة اليوم؟ دخل غير الإعلام هناك أيضا كل شخص أو كل واحد من الجماهير يستطيع أن يؤدي دور الإعلامي عن طريق السوشيال ميديا. دائما ما نتهم الإعلام بسبب الاحتقان، ولكن هذا ليس صحيحا. ربما في الآونة الأخيرة كان الإعلام هو أضعف هذه الحلقات. ما أثير مؤخرا من تصريحات رؤساء الأندية هي بالدرجة الأولى. ترتفع وتيرة العنف في الملاعب السعودية في مناطق بعيدة عن الأضواء، في رياضات غير شعبية غير كرة القدم. تختلف أشكال التعصب الرياضي وتتعدد أسبابها، إلا أن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتناقل بعض التصريحات الرياضية تزيد الأمور حدة. يعتقد البعض أنه التعصب أو الاحتقان أو ردة الفعل الغير طبيعية هي فقط مختصة بالمباريات الجماهيرية. هذا خطأ كبير جدا واعتقاد خاطئ. التعصب أو ما يفرزه حقيقة كل الأطراف المعنية بالرياضة يؤثر حتى على المنافسات الأقل، المنافسات في الدرجة الأولى وحتى منافسات في الألعاب المختلفة. أتذكر قبل 5 أو 6 أعوام هناك حادثة قتل تمت في ملاعب في كرة اليد تحديدا هنا في المنطقة الشرقية خارج الصالة، وبالتالي هي ليست محصورة في المباريات الجماهيرية. هذه الحالات نراها أيضا في منافسات الدوري الدرجة الأولى وفي منافسات الألعاب المختلفة. هذا المشجع كاد أن يفقد حياته قبل سنوات. تعرض سعد القحطاني أشهر مشجع اتفاقي إلى أزمة تنفسية حادة انتهت به في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية. أنا في مباراة الصعود مع نادي الطائي يعني كان عندنا هدف ثاني اللي صعدنا في آخر الدقائق. بعد الهدف أنا ما شعرت بنفسي إلا نزلوني تحت ورشوني ماء يغمى علي. يمكن يعني ربع ساعة 10 دقائق ما قصروا الجماعة سعفوني قوموا. هذه من قوة الضغط معاي، وأنا رجل فيني ضغط أصلاً وفيني سكر، وأعشق فريقي بشكل غير صبيعي. لا إذا أعشقت فريقي تقول أنا متعصب، أنا ماني متعصب، أنا لن أسيل أحد، لكن أحد يسيل لي عشان أنا مرد عليه، لأن كل رد فعل له رد فعل. حال الطعن داخل الملعب لا، لكن مضاربات بشكل كبير. بعض الأحيان يكون فيه استخدام آلة حادة أو آلة يعني تسبب جروح، تسبب نزيف. مرت على زملائي بشكل كبير يعني. إيه يا نصر الفخر والبطولات، من وين ما لديت هيبة وحشمة، واللي ينافسنا على المجد هيهات، في المستطيل الأخضر ندق خشمة. الشعراء أيضا متهمون بمفاقمة التعصب الرياضي في السعودية، ويدفع الجمهور فاتورة هي الأكبر في هذا المشهد الذي لم تتمكن العقوبات والقوانين من إيقافه. عوض فياض، MBC الخبر.